بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي بناتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ها نحن في الحصه الثانيه من دروس التعلم عن بعد، معكم تلاميذ السنه الخامسه. عرفنا في الدرس السابق في التوطئه او في المدخل الكلام والحرف و حركات وغير ذلك، ثم عرفنا الاسم كيف ينقسم من حيث بنيته ومن حيث نوعه إلى غير ذلك. اليوم سنتطرق إلى الفعل، الفعل من حيث زمنه، تركيبه، بنيته إلى آخره. نبدأ ب أولا أريد فقط أن أراجع معكم بعض المفاهيم التي تطرقنا إليها في الدرس السابق. إذن قلنا الاسم من حيث تعيينه، قلنا معرفة ونكرة. الاسم من حيث عدده، من يذكرني؟ نعم، أحسن، مفرد ومثنى وجمع. الاسم من حيث بنيته، من يذكرني؟ نوعان، إذن صحيح آخر، نعم، وغير صحيح آخر. ثم اسم من حيث نوعه، قلنا مذكر ومؤنث، أحسن. ننتقل الآن إلى الفعل. الفعل أولا، الفعل يا أطفال من حيث زمنه، الفعل من حيث زمنه، الفعل من حيث زمنه ماضي مضارع وأمر، ماضي مضارع أمر، سمع ماضي، يسمع مضارع، اسم أمر. الفعل من حيث تركيبه مجرد ومزيد، مجرد ومزيد، مجرد ما كانت كل أحرفه أصلية، خرج، خرج فعل مجرد. الفعل المزيد زيد على، زيد على أحرفه الأصلية حرف أو أكثر، مثلا خرج، أخرج، أخرج، خرج، استخرج. لاحظوا معي أن الفعل الأول هو فعل مجرد كل أحرفه أصلية، لا يمكننا أن نحذف حرفا منها، الخاء أو الراء أو الجيم، لا يمكن. أما الفعل الثاني فقد أضفنا، أضفنا إلى الحروف الأصلية، أضفنا الهمزة، وهنا أضفنا تضعيف شدة، تضعيف الحرف، حرف الراء، وهنا أضفنا الألف والسين والتاء. فهذه الأفعال أفعال مزيدة، وهذا الفعل هو فعل مجرد. نعم. ثم الفعل من حيث بنيته، الفعل من حيث بنيته، الفعل من حيث بنيته صحيح ومعتل. في الحصة الماضية قلنا الحروف في اللغة العربية 28 حرفا، منها ثلاثة تسمى حروف العلة، من يذكرني بها؟ حروف العلة؟ نعم، أحسنتي، نعم، أعيدي، الألف، الواو، الياء، جميل، الألف، الألف، الواو، الياء. الفعل قلنا صحيح ومعتل. الصحيح ما كانت كل أحرفه، ما كانت كل أحرفه صحيحة، يعني لا يوجد فيه حرف أو حروف علة. أما المعتل مثلا، نقول مثلا سمع، خرج، قرأ، هذه أفعال صحيحة. لماذا؟ لأنها لا توجد فيها حروف العلة، هذه الثلاثة الألف والواو الياء. ربما يتساءل أحدكم يقول في الفعل قرأ توجد الهمزة، لا، الهمزة ليست حرف علة، الألف هي حرف العلة، الألف الممدودة أو الألف المقصورة، بينما الهمزة ليست حرف علة. هذا سنعرفه، هذا النوع سنعرفه في الدروس المقبلة إن شاء الله، عندما نتطرق إلى الفعل الصحيح أنواعه والفعل المعتل وأنواعه طبعا. وهذا الفعل يسمى الفعل المهموز، هو فعل صحيح يسمى الفعل المهموز، يعني فيه همزة. نعم. أما الفعل المعتل
فيمكن أن تكون أن يكون حرف العلة في الأول مثل وجد، أو في الوسط مثل قام، أو في الأخير مثل مثلا جرى. إذن هذه الأفعال أفعال معتلة، لأن في كل منها حرف علة في الأول أو في الوسط أو في الآخر. نعم. رابعا، الفعل من حيث معموله لازم ومتعد. لازم ومتعد. ما هو الفعل اللازم؟ الفعل اللازم هو الفعل الذي يلزم فاعله ويكتفي به، يكتفي بفاعله. جاء المدير، جاء المدير، هذا الفعل فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، لا يحتاج إلى مفعول به، حتى ولو حاولنا أن نضع له مفعول به لا يمكن. بينما الفعل المتعدي هو الذي لا يلزم فاعله، لا يكتفي بفاعله، يحتاج إلى مفعول به، مثل شكر المدير التلميذ، شكر المدير التلميذ، شكر فعل متعد، جاء فعل لازم، شكر المدير من؟ التلميذ. إذن هذا الفعل لا يلزم فاعله، لا يكتفي بالفاعل، وإنما يحتاج إلى المفعول به. نعم. ثم الفعل من حيث عمله، الفعل من حيث عمله هناك نوعان، فعل مبني للمعلوم، فعل مبني للمعلوم، وفعل مبني للمجهول. مبني للمعلوم ومبني للمجهول. مبني للمعلوم يعني يذكر فاعله، ذكر فاعله، مثلا قرأ المذيع الخبر، المذيع هو الذي يقرأ الأخبار في التلفاز أو في الميديا، نسميه الصحفي، ولكنه مذيع في الحقيقة. قرأ المذيع الخبر، الفاعل هنا مذكور، المذيع، فنقول أن الفعل قرأ مبني للمعلوم، يعني علم فاعله، عرف فاعله. أما إذا قلنا قرأ الخبر، هنا الذي قرأ الخبر محذوف غير موجود، فالفعل هنا مبني للمجهول، لأن فاعله مجهول، لا نعرف من قرأ الخبر، المذيع أو التلميذ أو الشيخ أم التلميذ أم من الذي قرأ الخبر؟ قرأ فعل مبني للمعلوم، قرأ فعل مبني للمجهول. نعم. النوع الأخير أو التصنيف الأخير، الفعل من حيث تصريفه، الفعل من حيث تصريفه جامد ومتصرف. جامد يلزم صورة واحدة، الفعل الجامد يلزم صورة واحدة، الفعل الجامد يلزم صورة واحدة، مثل ليس. والفعل المتصرف، الفعل المتصرف لا يلزم صورة واحدة، مثل شكر مثلا، شكر يشكر أشكر. هنا الفعل ليس فعل جامد، يلزم هذه الصورة فقط، لا يمكن أن نحوله إلى المضارع أو إلى الأمر. أما الفعل شكر فهو متصرف، نصرفه في الماضي في المضارع وفي الأمر. هذا فيما يخص الفعل، فيما يخص الفعل. إذن عرفنا بأن الفعل يمكن أن نتعرف عليه من حيث زمنه، ماضي أو مضارع أو أمر، من حيث تركيبه مجرد أو مزيد، ثم من حيث بنيته صحيح أو معتل، من حيث معموله لازم أو متعدي، من حيث عمله مبني للمعلوم أو مبني للمجهول، من حيث تصريفه جامد أو متصرف. الحروف نوعان، أولا الحروف الهجائية، مثل ما سبق وأن قلنا
في الحصة الأولى الحروف الهجائية قلنا 28 حرفا، ثم الحروف التي عبارة عن كلمات، قلنا الكلمات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. هذه الحروف مثل من، أن، لم، ثم الواو، واو العطف طبعا ليس واو الحرف الهجائي، واو العطف إلى آخره من الحروف. هذه الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه الكلمات الحروف التي عبارة عن كلمات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك حروف مختصة بالأسماء، وهناك حروف مختصة بالأفعال، وهناك حروف مشتركة بين الاسم والفعل. نبدأ بالحروف المختصة بالأسماء. أولا عندنا حروف الجر. حروف الجر يا أطفال لا يمكن أن تتصل بالفعل، حروف الجر تتصل بالاسم. من، لا، رجعت من المدرسة، رجعت من المدرسة، ذهب الأب إلى عمله، إلى عمله، من المدرسة، حروف الجر. ثانيا أحرف القسم التي نحن بالله، والله، الواو، الباء، التاء، تسمى حروف القسم تتصل كذلك بالأسماء. ثم حروف الاستثناء، حروف الاستثناء، ودرس الاستثناء مقرر في برنامج السنة الخامسة، الاستثناء إلا، غير، سوى، جاء التلاميذ إلا واحدا، أو حضر التلاميذ إلا واحدا، مثلا حروف الاستثناء. ثم الحروف المشبهة بالفعل، الحروف المشبهة بالفعل درستم هذا الدرس مقرر في برنامج السنة الخامسة، نسميها كيف نسميها هذه الحروف المشبهة بالفعل؟ أين العبقري؟ نعم ممتاز، نسميها إن وأخواتها. في المقرر الدراسي عنوان الدرس هو إن وأخواتها، إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل، هي حروف مشبهة بالفعل تشبه الفعل، بينما كان وأخواتها الأفعال هي أفعال، لكن أخوات إن هي حروف ولكنها تشبه الفعل. نعم. ثم أحرف النداء، أحرف النداء أيضا تختص بالاسم، تتصل بالاسم، لا يمكن أن تتصل بالفعل. يا علي، يا علي، تعال يا علي، افتح الباب يا محمد. إذن هذه الحروف تختص بالاسم، قلنا حروف الجر، وقلنا أحرف القسم، وقلنا أحرف الاستثناء، وأيضا الحروف المشبهة بالفعل وأحرف النداء. نعم، عرفنا الحروف المختصة بالاسم. الآن الحروف المختصة بالفعل. أولا حروف النصب، حروف النصب أو أدوات النصب. حروف النصب هي الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتنصب، أن، لن، كي، حتى، لم، تعريف إلى آخره. أريد أن أخرج، لا يمكن أن تتصل بالاسم. ثم حروف الجسم التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، لم يحضر محمد مثلا، لا تلعب بالنار، هذه الحروف تدخل على الفعل. ثم حرف الشرط أو حروف الشرط، إن ولو، لو تنجح في الامتحان أخذك في رحلتي، لو تنجح. ثم حرف الاستقبال، سين وسوف، سوف نخرج في نزهة، سوف نخرج. ثم حرف التوقع، قد نهضت في الصباح، فتحت النافذة، نظرت إلى السماء، قلت قد ينزل المطر اليوم، أو قد ينزل الغيث اليوم. حرف الردع، كلا في القرآن الكريم، في سورة، من يذكرني بالآية القرآن الكريم، كلا لينبذن في الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة، هذه الأحرف مختصة بالفعل. ثم هناك أحرف مختصة بالاسم والفعل، نقول أحرف مشتركة، حروف مشتركة بين الاسم والفعل. الآن الأحرف المشتركة يعني بين الفعل والاسم، أولا هي أحرف منها،
لا أذكرها كلها، ولكن أذكر بعضها فقط، بعض الآخر، بعض الحروف الأخرى ستدرسونها في المستويات أو في الأطوار التعليمية الأخرى في المتوسط والثانوي. أولا أحرف العطف نعرفها، مثلا نقول جاء محمد وعلي، وهنا اتصل بالاسم حرف العطف، يمكن أن يتصل بالفعل، توضأ وصلى، أتوضأ ثم أصلي، آكل الكسكس ثم الفاكهة، فهم؟ إذن حروف العطف تتصل بالاسم وتتصل بالفعل مشترك. ثم حرف الاستفهام الهمزة وهل، أنام الطفل الهمزة، أنام الطفل الهمزة هنا أداة استفهام، أو الطفل نام، هل أبوك في الدار، هل جاء أبوك، إذن هل هنا تتصل بالفعل وبالاسم. ثم أحرف الجواب مثل نعم وبلى وأجل، نقول مثلا يسألك أحد يقول لك هل حضرت الدرس، نعم حضرت الدرس، نعم هنا اتصلت بالفعل. أو يسألك هل أبوك في الدار، نعم أبي في الدار، نعم أبي في الدار، إذن حروف مشتركة. نكتفي بهذا القدر، أرجو أن تكون هذه التوطئة قد وفت بما خططناه. في الدروس المقبلة إن شاء الله سنشرع في دراسة بعض الظواهر النحوية والصرفية والإملائية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.